اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، النهارده كان في مؤتمر صحفي لفيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره، وبصراحه انا كنت حريص احضر جانب من المؤتمر. قدامكم على الشاشه يمكن ده جزء من المؤتمر وعدد من اعضاء اللجنه والفنيين اللي شغالين في لجنه الحكام كانوا حاضرين المؤتمر. انا حرصت ان انا احضر المؤتمر ويمكن حضرت جزء كبير منه لان اتاخر ميعاده، المفروض كان يبدا الساعه 2، بدا حوالي الساعه 2 وثلث 2 ونص الا 5، اتاخر 25 دقيقه. علمت ان كان كولر عند بيريرا كان عنده اجتماع مع مديري الكره في الانديه، كان عايز يعمل جلسه مع مدير الكره في الانديه عشان يتكلم على القانون وافكار اللجنه في الموسم الجديد، الحكام اللي هيديروا، ابرز التعديلات اللي موجوده على القانون. ده حصل حتى في سنوات سابقه، ولكن انطباعي الاول من هذا المؤتمر قبل ما استعرض مع حضراتكم تصريحات فيتور بيريرا، بيريرا كان حريص على ثلاث حاجات. اول حاجه كان عايز يتكلم عن نفسه بشكل كبير، كان عايز يعرف الناس من هو فيتور بيريرا، والجزئية دي أنا شايفها ممكن نتيجة الضغوط والانتقادات الراجل حب يتكلم عن تاريخه، لأن المفروض فيتور بيريرا إحنا أصلا زمان، أنا فاكر جه أدار مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري، فالمفروض الناس عارفاه. الراجل كان موجود في كأس العالم، أدار بطولة كأس العالم في فرنسا 98 وفي كوريا واليابان 2002، كان موجود في اليورو 2000، وكان الكابتن جمال غندور معاه في البطولة دي على فكرة. فإحنا عندنا يعني هيستوري كويس عن فيتور بيريرا لما كان حكم، بس هو النهارده قعد يتكلم عن تاريخه لما كان حكم، ادار كام مباراه، اشتغل في القايمه الدوليه كام سنه، ادار كام بطوله، سافر واحترف ومسك كام لجنه، يعني اتكلم عن نفسه كتير شويه. بعد كده اتكلم على فكره التصنيف، واتكلم على الحكام المصنفه، وليه في حكام مصنفه في تصنيف الدوري الممتاز وفي حكام مصنفه ليه في الاقسام الادنى. بس لما اتسال على فكرة التصنيف، هل القرار التصنيف أو اختيار الحكام المصنفين ده قرارك فقط ولا قرار اللجنة اللي معاك؟ الإجابة ما كانتش واضحة. اتسأل على القايمة الدولية، اتسأل على مسؤوليته في القايمة الدولية، اتسأل على هل هناك حكام سابقين ليهم تطلعات لرئاسة اللجنة فلذلك عندك انتقادات عديدة أو بتوجه لك انتقادات عديدة. كل دي كانت تفاصيل كتيرة جدا اتوجهت لفيتور بيريرا. الحاجة الثالثة والأخيرة وبرضو دي كنت مستغربها شوية، فيتور بيريرا النهاردة مسك لائحة الحكام اللي تم اختيارها من الفيفا لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، ومسك كمان لائحة الحكام اللي تم اختيارها من الاتحاد الإفريقي لإدارة مباريات كأس الأمم في أبيدجان، وقال هنا الفيفا مختار أحمد حسام طه مساعد في البطولة، وهنا الكاف مختار 6 حكام مصريين. فيتور بيريرا اعتبر ده انجاز. لا، البطولات السابقه دايما حكامنا موجودين في الاحداث الدوليه، وفي كاس الامم في الكاميرون 2021 السته دول كانوا 87، العدد كان اكبر، العدد كان اكبر من كده كمان. فنطلع نشوف تصريحات بيريرا لان كان عنده بعض النقاط اللي اتكلم عليها. انا قلت لكم بس بشكل عام من خلال حضوري للمؤتمر ومتابعتي، لان كنت عايز اسمع بيريرا بشكل شخصي واشوفه بيتكلم ازاي، عايز يوصل رسالة في إيه، ولكن الانطباع العام الراجل يعني مهزوز شوية نتيجة الانتقادات الحادة اللي بتوجه ليه خلال الفترة الأخيرة. مهم جدا ده بقى ما ينعكس على أداء العمل خلال الفترة اللي جاية، لأن أنا من خلال متابعتي برضو الراجل عنده تحدي عايز ينجح، لأنه كان ليه رسالة وقال أنا توليت المسؤولية من شهر مارس، بقالي 6 شهور في مصر، ما سافرتش بره غير مرتين، وفي المرتين ما قعدتش بره أكتر من 10 أيام، فدي كانت رسالة برضو عايز يوجهها. فالمؤتمر كان الهدف منه توصيل رسائل عديدة، لأن الراجل كل حاجة بتوصل له بشكل مباشر. فهنشوف بقى لما يبدأ الموسم هل ده بينعكس سلبا بينعكس إيجابا، هل الراجل عنده تحدي أنه ينجح. نطلع نشوف تصريحاته في المؤتمر الصحفي. صباح الخير. We start by drafting the strategic education and development master plan for the season 2024 to 2028. As part of this organization, we organized the refereeing department and also the referees committee, which are now
to separate bodies. وبنتيجة للتعليم والتطوير الجزء التعليم والتطوير بقى عندنا شقين، شق اللجنة بتاعت اتحاد الكورة والشق الثاني اللجنة الإدارية أو الإدارة الإدارة الحقوقية. We developed one refereeing digital platform. ومفترض في قاعدة بيانات، لا مش قاعدة، ديجيتال بلاتفورم أو منصة إلكترونية جديدة للجنة أو للحكام. So all appointment system and all assessment system will be now automatically. فكل طرق التعيينات الجديدة هتبقى أوتوماتيكلي أو هتبقى أوتوماتيكلي مش هتبقى من. We are going also to have a new assessment system. وبرضه هيكون في طريقه مراقبين جديده او طريقه جديده لتقييم جديد للمباريات. So these new systems allow us to be more efficient in management but also to have at the end of the season one refereeing ranking. بالفعل الدورات التأهيلية دي هتساعدنا كتير جدا، بس ده هتساعدنا أكتر في نهاية الموسم علشان يكون عندنا تقييمات لكل الحكام. So in this way we decide the category 1 referees, category 1 assistants and the list of VAR specialists who will go operate in night league. وبالفعل قدرنا يبقى عندنا لستة لحكام سي 1 بناء على او لحكام او مساعدين حكام ولستة للبار اللي هيتعينوا في الدوري دي. And the end of the season, like the clubs, the last referees in the bottom of the ranking will be demoted. And the best from the down categories will be promoted, exactly like the clubs. وبالظبط زي الأندية الحكام اللي بيبقوا في القاعدة لو الأداء بتاعهم كويس هيصعدوا والحكام اللي أداءهم مش كويس هيهبطوا. So the referees for Nile League will be 36 including the 7 FIFA and 52 assistants also including the 7 FIFA assistants. فبالنسبة لدوري النيل هيبقى عندنا 36 حكم بالإضافة إلى 7 حكام فيفا و52 حكم مساعد بالإضافة إلى 7 حكام فيفا. So the appointments will be based on the performances of the referees. So, like the clubs, the referees who perform better will have more games. Those who perform poorly will have less games or no games. طيب بالنسبة للتعيينات هتبقى بالظبط زي الأندية، الحكام اللي هتكون البرفورمانس أو أدائهم كويس هياخدوا ماتشات كتير أو هيتعينوا أكتر، والحكام اللي أدائهم مش كويس مش هيتعينوا بقدر الحكام اللي كان أدائهم كويس بالظبط زي اللعيبة أو في الأندية. Like the clubs, the coach choosing the first 11, then 7 in the benches, and some of them stay at home. The referees will be the same. طيب بالظبط زي الأندية بيبقى عندنا 11 لعيب، 11 لعيب دول اللي بينزلوا الملعب اللي هم أحسن لعيبة، بيبقى فيه 7 احتياطي وشوية منهم ما بيكونش موجودين أصلاً في التشكيل. This is basically the rules for next season. So القوانين الجديدة للموسم الجديد. من النقاط المهمة برضو اللي لفتت انتباهي في المؤتمر الصحفي وتصريحات بيريرا، وده جانب وجزء مهم جدا من تصريحات بيريرا عن استراتيجية عمله في التحكيم خلال الموسم القادم، قال هو هيكون مسؤول عن تعيين حكام الدوري الممتاز وهيكون مسؤول عن تعيين حكام دوري المحترفين. يعني الراجل مش هيشتغل على الدوري الممتاز بس، لا هيشتغل على الممتاز وهيشتغل على دوري المحترفين، وكمان هيكون في أعضاء في اللجنة ليهم دور في الأقسام الأدنى بالنسبة لمباريات الدوري. نقطة كمان قالها مهمة جدا في مسألة الأخطاء، لو حصلت أخطاء في المباريات من الحكام هيتم استبعاد عدد من الحكام. نقطة ثالثة كانت أهم وقال اللياقة البدنية، عامل اللياقة البدنية مهم جدا في تعيين أي حكم واستمراره لإدارة مباريات الدوري الممتاز. دي جزئية بيريرا أكد عليها، ولكن مستر بيريرا مش هقول أسماء الحكام
في عدد من الحكام معمول عليهم شرطة وهي أسماء معلنة على صفحة اتحاد الكورة. الشرطة دي معناها إن الحكام دول لم يجتازوا الاختبار البدني اللي هو بيتقال عليه يعني اختبار كوبر زمان أو الوارنر تيست دلوقتي. الحكام دي المفروض لسه يبقى ليها اختبار بدني آخر. هل لجنة الحكام أو فيتور بيريرا هو اللي هيكون مشرف على هذا الاختبار البدني ولا لا؟ دي جزئية مهمة جدا، لأن زمان ومش زمان مش زمان قوي يعني من سنة سنتين كان في حكام بتحب تعتذر عن ميعاد الاختبار البدني، وبعد كده فترة كده يقول لك ايه نجح في الاختبار البدني. ايوه عمله امتى؟ محدش يعرف. مين اللي كان مشرف عليه؟ محدش يعرف. فأتمنى المرة دي الأمر يختلف. في حكام وانتوا عارفينهم يعني معروفين كل سنة كده دايما مش موجودين في الاختبار البدني، لم يوفقوا، مش هقول يعني ايه بيفشلوا في الاختبار البدني، لم يوفقوا وبيبقى ليهم ميعاد تاني، بس الميعاد التاني امتى محدش فينا بيعرف. فجأة يقول لك ايه فلان الفلاني اجتاز الاختبار البدني، ينزل بقى في الماتشات تلاقي الجسم واللياقة مش موجودة، نفس الأزمة بتاعت كل سنة. فالمرة دي انت المفروض عملت تصنيف للحكام، التصنيف ده مبني على حاجتين، الفني والبدني. الفني اوكي انت اخترتهم، بدني يبقى مهم جدا مراعاة عنصر اللياقة البدنية عشان نشوف حكام لائقين طبيا وبدنيا وفنيا لإدارة مباريات الدوري.